العلم باق معك، ويجب أن تبحث عن العلم، ويجب أن توقن وأن تقر بأنك جاهل إلى أن يتوفاك الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. بما أنك مأمور بالعبادة حتى الموت، لا عبادة إلا بعلم، إذا العلم يستمر معك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، هذا يجري في سياق الآية، لما قالوا له وهو قد كبر، قالوا إلى متى يا إمام معك المحبرة؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، والموفق من وفقه الله.